أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ربي اجعلني آية، قال ربي اجعلني آية، قال ربي اجعلني آية. قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا. فخرج على بكرة وعشيا. يا يحيى خذ الكتاب بقوة. يا وآتيناه الحكم صبيا. وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولن يكون جبارا عصيا. يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا. وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا
شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا صدق الله العلي العظيم.